احنا نطالب الهيئات الدولية انهم تسليم الجثة باقرب وقت ممكن، من شان اقل ما فيها نحفظ ابوه وامه من المعاناة اللي بيشافوها. احكي لنا عن سائد. سائد من رجل عنيد، رجل كتوم، رجل دين، رجل مناضل بكل معنى الكلمة يعني. هذا هو سائد. الحديث على أنه كمين كان، الأقاويل أنه بقولوا فيه أنه كمين كان للشباب. الله يحفظهم، شو نعمل، الحمد لله رب العالمين.